صباح الخير وصباح الهنا وصباح المحبة والمحنة مرة تانية لكل الناس اللي بتعملنا الآن عبر قناة سودانية 24 وكمان بتسمعنا عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6. مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من صباحات سودانية وعايزين نتكلم على واحد من المواضيع المهمة جدا وتحضيرات رمضانية للغاية، وعايزين نتكلم على الناس اللي هي دائما بتتبع أنظمة غذائية ممكن تكون خاطئة وبتؤدي لمشاكل في المعدة وبتحصل كمان أمراض للمعدة ممكن تقوم تتفاقم وتتواصل المشاكل دي وتجيب مشاكل تانية لا قدر الله. عايزين نتكلم عن كيفية تفادي أمراض المعدة في رمضان ونسعد جدا من يكون معنا داخل الاستوديو دكتور وجدان الباقر. صباح الخير وصباح السعادة عليك. يسعد صباحك. صباح النور وصباح أعزائنا المشاهدين، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة عليك وعلى أعزائنا المشاهدين. إن شاء الله ربنا يخليك يقدروا يستفيدوا مني، وخصوصا إحنا خاشين على شهر كريم مبارك ورمضان كريم عليك. الله يخليك يا رب. بداية لما نتكلم عن أمراض المعدة في رمضان بيكون قصدي شو؟ طيب أمراض المعدة، إحنا مبدئيا إحنا ما بنخش بالأمراض، فبنحن ممكن نبدأ بأخطاء. أول حاجة الأخطاء هي ممكن تنتج لنا كمشكلة أو كعاهة تسبب لنا أو تبقى لنا لقدام عاهة مستديمة أو ممكن تبقى لنا مشكلة سواء في المعدة. فخصوصا إحنا بنتكلم هنا طبعا المعدة هي أكثر الأعضاء أو أكثر المناطق تعرضا خصوصا في رمضان وخصوصا بعد الإفطار لعلة أو عاهات كثيرة بالنسبة لها في رمضان. طيب يعني إحنا رمضان وقت الفطور جو والناس طيب بتمشي بتعمل هجوم على الصينية، الحتة دي ممكن تكون أنت اللي قصد بيها الأخطاء دي الأخطاء اللي أنت قصد بيها بالضبط كده. طيب بداية كده الزل طبعا بأول ما يقعد لك في المعدة بيخش لك في المويه الباردة، وبيبقى بعد المويه الباردة طوال بيخش لك في العصير وبيأكل وبيأكل دي هو ما عارف دي أنه ممكن تترتب عليه يعني مشاكل لقدام وأضرار لقدام، ممكن لو ما تفاداها ممكن تبقى له مشكلة أكبر. طب احنا الليلة عايزين ندي معلومات كافية جدا على الموضوع ده ونتكلم أكثر عن المشاكل ممكن تحصل لو أنت سكت في الموضوع واتبعت نظام غذائي خاطئ جدا في رمضان، في مشاكل أكيد هي بتحصل لك. احنا عايزين نعرف أول حاجة المشاكل هي شنو، تمام، وبعدين ناخد أنواعها ونعرف أنه ممكن لو أنا عايز الحاجة تقوم تحصل كيف أن أنا برضو أقوم أقي نفسي. هنتكلم أكثر بكل حاجة ونعرف بعد ذلك ممكن نعمل شنو. تمام طيب تمام. المشاكل هي أول حاجة أنه تناول كمية كبيرة من المية الباردة، دي أول حاجة، تناول كمية مفرطة من الطعام سواء الأكل ده بيكون طبعا ملان كثير من الدهون من السكريات ومن البروتينات والتوابل والبهارات، فدي كلها هتعمل لنا مشاكل. وأيضا في ناس طبعا في عادة بيشربوا الشاي والقهوة بعد الفطور طوالي، فدي بتسبب لنا مشاكل، يا إما انتفاخ في البطن، عسر الهضم، أو نتيجة لعدم هضم الطعام في المعدة، وأيضا برضو بيؤدي لنا للإمساك والكثير من الأخطاء أو كثير من المشاكل. ولكن إحنا بنختصرها أو بنختصرها في أكثر الأمراض أو الأكثر الأخطاء شيوعا بالنسبة لنا نحن، وخصوصا وأهمها الدوخان أو الدوار والحرقان. طيب الحرقان أنا ممكن أقول لك الحرقان هو شنو. الحرقان هو عبارة عن شعور بيحس أو حموضة بيحس في فم المريء، فبيكون بيأدي عبارة عن أنه أصلا اتخيلي معايا تسنيم أنه في نهار رمضان المعدة بتكون مختلفة ما زي باقي الأيام. في رمضان بتكون المعدة بتتقلص وبتكون أكثر من 12 ساعة متواصلة بتكون متقلصة، وفي نفس الوقت بيكون فيها بتفرز لنا عصارة حمضية، فالعصارة الحمضية دي بتحافظ لنا على المعدة وهي أثناء ما هي فاضية لعدم وجود أي نوع من الأكل داخل المعدة. فأول ما الزول يبدأ يقعد أو الصايم يجي يقعد على صفرة المعدة بيشرب موية باردة، كده أنت عملت شنو؟ أنت أول حاجة قلصت المعدة زيادة، تمام؟ وغير كده برجيم قاسي للناس اللي عايز كل حاجة كويسة قلصت المعدة زيادة ولسه على العصارة الحمضية موجودة، يعني بعد شوية بعد ما شربت الماء الباردة بتقوم بتاكل بتاكل بتاكل، وخصوصا الأكل بيكون فيه كمية كبيرة من البهارات والتوابل، فده بيزيد لنا شنو؟ بيزيد لنا العصارة الحمضية الموجودة في المعدة. فبالتالي أول ما العصارة الحمضية تبقى أكثر من النسبة المحددة في المعدة بتقوم بتأثر لنا على جدار المعدة. نعم.
فبالتالي ممكن الحمض ده يطلع للمريء وممكن يسبب لنا اللي هو الإحساس بالحموضة والارتجاع وغيره من المشاكل. نعم. طب دي كل المشاكل انت ذكرتيها وكمان ذكرتي انواع بالتفصيل. طيب ويمكن كلها جات من اساليب خاطئة الواحد ممكن يكون بالطبيعة او بيعملها او كده. طب عشان الاساليب تقوم تتصلح المفترض يعمل شنو عشان نقي نفسنا عشان المشاكل دي ما تحصل؟ طيب اول حاجة سبحان الله يعني رسولنا لا ينطق عن الهوى، فحثانا من البداية أنه الزول بيشرب كوباية موية تمام ومعاه تمرة، دي في البداية مبدئيا سبحان الله كلها عليها يعني أبحاث جريت في كيف أنك تشرب الموية وبتاخذي فترة بعد ذلك تبدي في الأكل الطبيعي. طيب في أول 15 دقيقة من أول ما بعد ما الأذان أذن شربت كوباية الموية تمام، بتقعد بعد كوباية الموية والتمرة تقعدي 15 دقيقة، 15 دقيقة ما تاكلي حاجة. 15 دقيقة بالضبط كده. ليه؟ لأن في فترة ال 15 دقيقة أنت أديتي موية تمام؟ المعدة بتتهيأ أنه خلاص في أكل نازل لك، في كمية بتاعت أكل نازلة، فبالتالي المعدة بتهيئ نفسها سواء من إفراز عصارات كافية لهضم الأكل الجاي، الكمية الأكل الجاية، وفي نفس الوقت أنه عضلات العضلات المحيطة بالمعدة أنها تبدأ لنا بشنو؟ بالارتخاء. فبعد ال 15 دقيقة برضو ما تاكلي طوالي، تعملي شنو؟ تشربي لك حاجة دافية. ليه؟ شربة نشا أي حاجة بالضبط كده، مديدة بكل أنواعها اللهم تكون دافية، شوربة برضو حاجات دافية أساس بتساعد لي أنه المعدة تبقى لنا شنو؟ عضلاتها مرتخية. بعد كده طوالي ممكن تبدي بشنو؟ بالاكل ولكن بالتدريج عشان نحاول نقدر كده زمن التراويح حيكون داخلك يعني. طيب اهو اوكي لو هنحاول يلا ما انت بعد ما تعملي كده يعني ما تفكري بالاكل طوالي تاكلي قبل التراويح. في ناس لا، هو في ناس ما بين الاذان والاقامه بيكونوا. طيب في ناس بتعمل حاجه ثانيه كويس يعني ناس احنا بنعرفهم لكن هم ناس بيعملوا حاجه ثانيه بيعملوا شنو؟ انه نفس العاده اللي انت ذكرتيها اللي هي التمره واللي هي المويه بعدها الشوربة دي حاجة طبعا أساسية. بعد ذاك الناس بتصلي بترجع بتهبش تهبيشات يعني قطعة سمكسة قطعة بيزا ما بعرف شو حاجات بسيطة تمام. بعد كده تمشي التراويح بتري من بعد التراويح لحد السحور الناس دي بتكون شغالة يلا في دي حاجات كتير يلا عيني. ممكن تكون حاجة تانية يعني انه بعدها في رمضان بتحصل مشاكل تانية، الواحد بيكون وزنه زاد، بتبقى تفاصيل واحد ما عارف يعمل شنو اصلا. الحكاية حكاية الوزن دي ما بتكون من بعد صلاة التراويح، الحكاية دي بتبدأ من قبل صلاة التراويح في الفترة بعد ما الأذان أذن وانت بديتي أكلتي بيقومي تعمل شنو؟ أصلا المعدة غير مهيئة بأنها تستقبل كمية كبيرة من الأكل، فبالتالي الأكل بيقوم بيتراكم في المعدة وبالتالي بيقوم الأكل المتراكم ده بيقوم بيتحول لي إلى دهون أو إلى أي نوع تاني بيبقى لنا يعني مشكلة أو مسببات لقدام وزنك زاد أو ما غيره من المشاكل. لا وزنهم هم الناس ديلك الناس قل طيب كويسة عايزين احنا أخذنا معاكي برضو جانب خاص بالوقاية إن الناس تعمل نظام تقدر تقوم تلتزم به وتقدر تقوم يعني تتعامل به. برضو الناس ممكن تقوم تقلل شوية من الجانب الخاص بزيادة البهارات اللي هي بالضبط كده. نحن شنو تعني ممكن البهارات التناول الفواكه بعد الإفطار مباشرة برضو بتسبب لنا مشاكل سواء من انتفاخ للمعدة سواء لعسر الهضم. ليه؟ لأنه الفواكه في نوع من الفواكه بتحتوي على كمية كبيرة من السكريات والبروتينات فبالتالي السكريات والبروتينات في داخل المعدة بتاخد جهد أكتر وزمن أكتر للهضم، فبالتالي المعدة غير مناسبة أن تهضم لي أو تساعد في إفراز الإنزيمات المفروضة أن تهضم لي السكريات والبروتينات دي، فبالتالي بيحصل لها شنو؟ بتتخمر في المعدة وبالتالي بتسبب إلى انتفاخ في البطن. طب احنا قبل قلنا المشاكل اللي بتحصل وعرفنا كمان انواع بالتفصيل معاك، ولو ما حصلت وقايه ممكن حاجه تتفاقم وتبقى امراض لقدام والواحد ما يقدر كمان يعالجها لا قدر الله. شنو ممكن الحاجات اللي بتحصل لو انه الناس تجاهلت الامراض اللي بتحصل في المعده وحتى ما اهتمت جدا بالجانب ده حتواصل وحتكبر تبقى مشاكل لقدام كده؟ طيب مبدئيا لو احنا اخذنا بالحرقان، الحرقان اي زول بيقول لك يا اخي ده عباره عن حرقان وما حرقان وبيستهون بالموضوع فلو خلى الموضوع الحرقان ده يستمر لأكثر أو خلاه لفترات طويلة ما عرف أنه الحرقان
أنه الإفرازات الحمضية اللي هي أدت لي سبب في الحرقان أنها هي ممكن تعمل لي في تآكل والتهاب في المعدة بسبب لأنه بتأكل لي الجدار حق المعدة كلها وبتتآكل، بالتالي بيبقى لي التهاب ومن التهابات بتبقى لي إلى قرحة ومن قرحة لا قدر الله إلى أمراض أخرى يعني ما معروف سواء إلى حد ما تبقى جرثومة أو غيرها من الأمراض. إن شاء الله رب يعني مشاكل دي ما تحصل، واحد الناس كلها تقدر تماما إنها تكون تقي نفسها وكمان تتعامل بطريقة بأساليب صحيحة في رمضان وكمان في غيره تتبع أنظمة غذائية جدا هي بتنفع مع حياتها. طيب عايزين معاك توصيات خاصة وكمان رسائل لكل الناس بتتابعنا الآن وكمان بتسمعنا وإحساس رمضان والتهيئات والجو الحار. طيب أول حاجة مجرد ما أخذته الناس بدت في الفطور بأول حاجة طريقة المضغ للطعام، المضغ بتكون بصورة شوية بطيئة حساس أنك أنت بتساعد في طحن الطعام وبتقدر توصل الأكل إلى المعدة بصورة شوية يعني سلسة أنه المعدة تقدر تهضم لي الطعام. ثاني حاجة زي ما قلنا أول أنه الزول يحاول أو يعني شرب الماء قبل بعد وجبة الإفطار، تشرب الموية لمدة 15 دقيقة ما تأكل لك حاجة دسمة أو بتحتوي على سكريات أو بروتينات وغيره. ليه؟ لأنه أنا ممكن عشان هي المعدة عشان تفرز لي الإفرازات اللي ممكن تساعد لي على هضم الأطعمة وعلى عضلات الجدار أو جدار المعدة للارتخاء. تمام؟ كده نحن قدرنا اتجنبنا الانتفاخ وعسر الهضم وغيره. وورده نحن نبعد بعدين هنا ناس أهلنا السودانيين بيحبوا يشربوا الشاي بعد الأكل طوالي. قهوة. الشاي قهوة أي مشروب فيه بيحتوي على الكافيين. بالمناسبة الكافيين ده بيعمل لنا شنو؟ بيقوم بيزيد لنا نسبة الكافيين السكر، بيزيد لنا نسبة السكر في الدم، فبالتالي السكر السكر أول ما يبقى كتير فبقوم بيتحول لنا فبقوم فائض في الجسم فبقوم بيتخزن لنا على شكل دهون. نسبة على فكرة سحور ما مشكلة لكن أنا بتكلم بعد الإفطار مباشرة. تمام؟ في فرق بعد الإفطار مباشرة في الحته دي في ناس عامله عليا انا بلكي بعض الافطار أيوة. مباشره بتختلف تماما وقت السحور بعد المويه طبعا ايوه ولسه انا المعده يا دوب لسه يا هادي هدينا انا لسه شنو يعني ما استقبلت لي اي حاجه انا بديها في كافيين وبديها في البروتينات وحاجات زي دي احنا عاملين عمايل في الموضوع مصيبه ايوه. طيب والله يعني انا شاكره لك جدا دكتوره وجدان الباقر، تكلمنا عن امراض المعده واحنا كيف نقدر نفاديها كيف نقي نفسنا وكمان اخذنا معاكي معلومات جميله وان شاء الله بنتمنى تماما انها تكون يعني أخذت الرضا التام من السادة المشاهدين وكمان المتابعين وأكيد المستمعين. شكرا لك جدا وجودك معي، بتمنى لك أكيد يوم مليان جدا بالصحة وبالعافية وبالطاقة الإيجابية والسعادة. شكرا كثير. الله يخليك يا رب. تسلمي.